السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم وأهلا وسهلا بكم في دروس تعلم العود والغناء العربي بطريقة سهلة. أرحب بكم اليوم أجمل ترحيب، واليوم احنا عندنا فيديو جديد واللي هو راح نتناول به المقامات، طبعا قبل ما تبدا انه تتعلم العود، واللي دائما اعطي ملاحظات للي يتعلمون واللي يدرسون حاليا بالدورات الموسيقيه اللي هي موجوده عندي، اللي هي 8 محاضرات شهريا بسعر بسيط ان شاء الله. وهاي 8 محاضرات تكون كل محاضره ساعه، 8 محاضرات شهريا، تقدرون تشتركون من خلال رقم الهاتف الواتساب الموجود اسفل الفيديو. وتحياتي لكم. قبل كل شيء لازم تتعلم العود، لازم يكون عندك صبر وتتعلم مرحلة مرحلة حتى تكون أكاديمي، وإذا لم تكن أكاديمي تكون أنه تعزف الأغاني بصورة صحيحة، ويضاف للعزف أيضا مو فقط نقرب العود ونقرب الريشة، لا، لازم تتعلم شلون توحد الريشة، شلون تأدي بالعزف حتى أني أستمتع قدامك وأفهم اللي تقوله بطريقة صحيحة. وأنا أعرف هسه حاليا كثير من الناس الموجودين الشرب بيكم من العراق ومن دول عربية طبعا ومن العالم، كثير يتابعون هذا الفيديو واللي دائما يحبون يتعلمون. تتعلم لازم تتابعني باليوتيوب، تتابعني من خلال دروس إذا تحب تشترك، طبعا لين بيها تفاصيل حلوة وجميلة، وخاصة دائما أنا من خلال أعتمد هذا المنهج اللي أنا كتبته واللي معتمد في معهد الدراسات الأكاديمية وفي معهد الدراسات الموسيقية. وياكم زياد هادي، أستاذ آلة العود في معهد الموسيقى العالي في بغداد، وأشرب بكم. وهذا هو المنهاج اللي دائما كبداية أعطي للطالب حتى يبدي يتعلم، واللي المنهاج هو دائما يسألوني عليه. هذا يعني ليس للبيع، لكنه هذا أدرس به الدورات الموسيقية اللي وفق المنهاج اللي أتعلم به وتعلمت به واللي تتعلمون به. خاصة آلة العود هي آلة ضرورية جدا أنه تتعلمها للي عنده رغبة واللي يحبها، لأنه هي دائما قريبة على القلب، ودائما ما تقدر انه تلحن اي لحن اذا ما ممكن انه تكون انت تعزف آلة العود. وتقدرون تتابعون كثير من العازفين يعزف آلة بيانو، يعزف آلة كمان، لكنه تلقاه يعزف آلة عود حتى يقدر يلحن، لانها قريبة عن القلب، وطبقاتها الصوتية واوتارها هي قريبة عن الاحبال الصوتية للانسان. هذا هو المنهاج. هسه حاليا احنا لازم انه تعرفون بالطريقة الاولى انه في بدايتكم انه تتعلمون شنو هي المقامات بالبداية، على مود انه تحفظها قبل ما نبدي الاصابع ونبدي يعني الاشياء النظرية هي تكون الاساس. راح اعطيكم الان على السبورة موجودة، نلاحظ بقى السبورة هذه انه عندنا المقامات، واللي مقامات هي اساس انه تتعلمها. يعني مثلا احنا راح نبدي في مقام الرس ثم نبدي في مقام العجم، او نقدر نبدي في مقام العجم حتى نبدي في مقام الرس عادي، لانه احنا دائما نبدي في مقام الرس كون انه هذا المقام هو يعتبر الاساس في المقامات. عندنا اول واحد اللي هو عجم، طبعا احنا نقول مقام العجم في الشرق، في الدول الغربية يقولون ميجر، لان الدول الغربية تعتمد على الميجر والماينر، يعني تعتمد على العجم وتعتمد على الناوند، عكس احنا الدول العربية اللي هي اساسنا عندنا كثير من المقامات والمقامات هي متفرعة. اذا هسه حاليا احنا عندنا مقام العجم، والاصح في الدول الغربية يقولون سلم او سكيل، سلم عجم، او نقدر نقول مقام العجم اللي متعارف عليه بصورة عامة في الدول العربية. مقام العجم احنا عندنا طبعا مقام العجم في الدليل لا يأخذ شيء،
يعني احنا عندنا من نقول السلالم هذه، طبعا هذه عندي دروس انا خليتها في البدايه تدرون بيها، المفروض ترجعون عليه. حتى عندنا هنا المفتاح وعندنا هنا الدليل اللي هو اما بيمولات او ديزات. فمقام العجل ما ياخذ شيء، مباشره يدخل بالمقام. هذا واحد، وشرحتها انا واشرحها اكثر دائما بالدورات الموسيقيه اللي هي موجوده للطلاب. زين عيني، هذا مقام العجب. مقام العجب عنده فروع اللي هو شنو؟ مثلا احنا عندنا في المقامات نلاحظ اول شيء هو واحد الفرع من العجب اللي هو ساز دولار. ساز دولار هذا من ضمن المنهاج والملزمة الموجودة، حتى أنا أقدر أتبعها بطريقة دقيقة. هذا أول واحد ساز دولار، يبدأ من الدو. طبعا يأخذ سي كار، يأخذ مي بيمون. أنا الآن إيش قلت؟ إنه حتى ما تصير عندكم لخبطة بالأمور، أول مرة راح نأخذ الأفرع مالتها لكل مقام، ومن ثم نبدأ لكل مقام إنه تأخذون الدليل مالته، حتى نصير عليكم فد مسألة كبيرة ودخول يمكن محتمل في موضوع. إذا عندنا أول فرع هو سوز دولار، ثاني فرع عندنا عجب عشيران. عشيران عشيران شيران. ثلاثة عندنا شوق أفزة. أربعة عندنا جهارقة اللي هو يبدأ من الفا. فعندنا السلم جهارقة يبدأ من الفا، وعندنا شوق أفزة طبعا رجعت من السي كار، وعندنا عجم عشيران يبدي من السي بيمول. يعني صار عندنا عجم يبدا من الدو، اوكي، سوز دولار راح يبدا من الدو، عجم عشيران يبدا من السي بيمول طبعا من الاسفل، يعني سي دو ري مي وهكذا. شوق أفزي يبدي من السي كار ايضا من تحت الى الاعلى. جهاقا يبدا من الفا، يعني فا صول لا سي، اوكي. هذه افرع العجم. لو نرجع الى مقام الرست، حاليا راح نمسح هذا، يعني صار عندكم عجم وسوز دولار وشوق افزه وجهرقة وعجم عشيرم. الان نبدا من الرست. الرست شنو الرست؟ الرست ماهور اول مقام يتفرع من عنده، ثم طبعا اول مقام ماهور هم يبدا من الدو، والرست ايضا من الدو. عندنا سوزناك من الدو، عندنا نيشيا بورك، نيشيا بورك، نيشيا بورك يبدا من الري، وعندنا سلم يقا خمسة، سلم يقا يبدأ من صول قرار. رايست يبدأ من الدو، ماهور يبدأ من الدو، سوزناك من الدو، نيشا بورغ من الري، السلم اليقا من الصول. أي سؤال عندكم تقولون أنتوا راح احنا شلون بالحالة راح نفرق؟ يتم تفريقه من خلال ما انا اسوي لكم سلم سلم والدليل مالته تحفظوه. هاي ضروريه، امور نظريه لازم تعرفوها. الان احنا نرجع للسلم الاخر، اتمنى انه حفظتوها، وهو عندكم طبعا هذا الفيديو تقدرون تاخذون فيه. عندنا النهاوند، مقام النهاوند يبدا من الدو، يبدأ من الدو، هذا أول واحد. عندنا
السلم الثاني السلطان ييغاب، هذا المتفرع من الدو طبعا، لأن كل أفر هذا الأب وهذول أولاده. سلطان ييغا يبدأ من صول قرار. عندنا ثالث واحد اللي هو بوسليك، بوسليك يبدأ من الري. عندنا أربعة، عندنا أربعة سلم عشاق مصري، العشاق المصري يبدأ من الري، وعندنا آخر واحد اللي هو نهاوند مرصع، مرصع يبدأ من الدو. نهاوند تفرعوا أولاده سلطان ييغاب بوسليك سلم عشاق مصري نهاوند مرصع. هذا انتهى الموضوع. احنا حلقتنا هذه على مود تبين لكم التفاصيل والافرع للمقامات حتى تكون واضحه امامكم، وهاي ضروريه جدا تعرفها. وانا متاكد انه كثير من اخواننا اعزاء بالعراق والوطن العربي والعالم مفتقد لهذا الشيء. الان ننتقل الى السلم الاخر اللي هو شنو؟ نجريز. النجريز هذا سلم النجريز يعتبر سلم اساسي، متفرع من عنده سلم نواثر وسلم ايضا. طبعا النجريز يبدا من الدو والنواثر من الدو، والسلم الاخير سلم حصار من الري. دو دو ري، نجريز اولاده سلم نواثر سلم حصار ومن الري. انتهينا. عندنا سلم كرد وهذا مهم ايضا، خلينا نشوف اولاد سلم كرد او مقام الكرد. اولاد منو؟ اولاد حجاز، طبعا سلم كل شيء سلم سلم، بس انا ما حبيت انه اعيد. حجاز كار سلم، حجاز كار كرد. منين؟ من الدو. الكرد يبدي منين؟ من الري. يعني صار عندك الكرد يبدي من الري، ابنه يبدي من الدو، ابنه الثاني وهو سلم مقام اللامي، اللامي اللي هو اللامي اللي ابتكره العراقيين، وهو حسب ما يقال انه الاستاذ محمد القبنشي قارئ المقام اللي ابتكره من خلال قصه طبعا، واللي كان ذهب بها في لندن وابتكاره من خلال وفاة أبوه. هذا سلم مقام اللامي، واللي عندنا أغنيتي أنا بعت الريحان عليه حني على الولهام. سلم اللامي منين يبدي؟ يبدي من الري. عندنا ثالث ابن طرزنوين، طرزنوين، طرزنوين يبدأ منين؟ من الدو. هذا بالنسبة لسلم مقام الكرد. راح نروح سلم مقام الحجاز، وريد نفتهم أولاد الحجاز من هم. سلم مقام الحجاز طبعا الحجاز يبدأ من الري، يبدأ من الري. أولاده سلم حجاز، حجاز كار، حجاز كار من الدو. بعدين نجي شت عربان، مو شيت، اكو ناس يقولون شيت هو غلط، شت عربان، شت عربان، شت عربان هذا يبدا من صول قرار. عندنا بعد من اولاده زين غلاب، زين غلاب يعني زي اي ان كو لا، اوكي. زين غلاب يبدا من الدو، وكو معظم المصادر يقول انه زنجران، يعني اما زنجران او زين كلها. عندنا السلم الاخر اللي هو سوز، سوز دلا، سوز دلا، سوز دلا من الله. وعندنا اخر شيء شهناز، شهناز، شهناز يبدا من
الري، واضح؟ فصار حجاز يبدأ من الري، حجاز كار من الدو، شت عربان من الصول قرار. نمسح هذه حتى لا تلخبطون. زين قولا من الدو، سوزل من اللا، شهناز من الري. هذه فيها أولاد الحجاز. شو مثل ما تلاحظون إنه المقامات لها كثيرة ما شاء الله ومتنوعة ومتفرعة، وهذه أفرعها المعروفة عربيا، لكن أكو أفرع من المقام العراقي متفرعة أكثر من هذه، يعني حسب ما يقال إنه 250 أو أكثر من التفرعات. عندنا الآن بيات. البيات أو ما يقال البياتي، يعني هو البيات والبياتي نفس الشيء. البيات منين؟ من الري، يعني ارتكز أول ما تبدي تبدي من الري، هذا أول قضية. زين، أولاد البيات، حسيني من الري، يبدي من الري. حسيني عشيران من اللا قرار. بعدين عندنا نهفت، نهفت يبدأ من اللا قرار. بعدين يبدأ عندنا قارج غار، قارج غار من الري. بيات أو بياتي، بيات أو بياتي، هذا السلم أو المقام. أولاده حسيني على الري، حسيني عشيران من اللا قرار، نهفت من اللا قرار، قارج غار من الري. هذا بالنسبة لي. الآن راح نرجع إلى الصبا، مقام الصبا، واللي هذا راح يخدمكم. طبعا هاي المعلومات تخدمكم خدمة كبيرة لازم تعرفها قبل ما تبدي. وكثير من عندهم يقول لك أنا أعرف، أنت ما تعرفها بهيك تفاصيل. إحنا إن شاء الله راح نتناولها بهيك تفاصيل. عندنا الصبا، سلم الصبا، طبعا منهم يقول لك إنه سلم الصبا واحدة، ومنهم من يقول لك إنه طبعا سلم الصبا يبدأ من الري. منهم من يقول لك إنه هو واحدة سلم الصبا، ومنهم من يقول لك إنه متفرع من عنده متفرع المخالف أو الآخر طبعا صبازكم. يعني مصادر تقول كذا ومصادر تقول كذا. الصبا هو من الري، الأفرع صبا زمزم، زمزم زين، وصبا زمزم من الري. وأيضا عندنا أكو بعض هذا بالنسبة للصبا. عندنا اللي بعض المصادر يقول إنه أكو مقامات مستقلة اللي هو اللي قلت لكم به اللي هو المخالف، المخالف خالف، أعيد لكم، المخالف اللي هو يبدأ من الميكار، واللي أغنية لحنها الفنان الكبير كاظم الساهر، لحن أغنية حاسب، حاسب ترارارارا، حاسب حاسب للارارارا، اللي غنتها المطربة الكبيرة لطيفة، فغنتها من مقام المخالف. هذا يسمونه مقام مستقل. إذا التئمنا الصبا عند صبا زمزم، لكن من ذهبنا إلى المقامات المستقلة هي الخالف، وأيضا عندنا مقام المستعار يبدأ من أيضا الميكا. إذا صار عندنا صبا أولاده فقط صبا زمزم. المقامات المستقلة اللي بوحدها خالف، والمستعار اللي هو على الميكار أيضا، هذا أيضا مقام مستقل. عندنا السيقا، السيقا ما شاء الله عنده أولاد كثير، وإحنا نقول أولاد على مود أنه في ناس تثبت حتى في بالهم أولاد، أو نقول الأفرع. طبعا عندنا السيقا، سيقا على الميكار، طبعا يبدأ من الميكا،
كار أولاده أو شار ميكار ابن الله خزام خزام ميكار ابن الله بستنغار بستنغار سيكار عندنا العراق سيكار يبدأ من السيكار فرحناك 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 من السيكار عندنا راحت الأرواح راحت الأرواح أو ما يطلق عليها استراحة الأرواح فمن السيكار وعندنا سلم أوج من سيكار أيضا أولاده كثيرين وإن شاء الله راح نأخذ في الدروس القادمة بإذن الله الإيقاعات حتى تتعلموها لكن هذه راح يتم تفصيلها بالتفصيل الممل إن شاء الله من خلال محاضرات وتفصيلها بطريقة صحيحة وحلوة أشرب بكم وأتمنى اليوم الحلقة أنه نالت إعجابكم وانتظركم منكم اللايك والاشتراك إذا عجبتكم وأيضا إذا تحبون تشتركون بالدورات الموسيقية اللي هي تقدر تتصل بي عن طريق الواتساب اللي موجود أسفل الفيديو واللي إن شاء الله راح نكون إحنا بخدمتكم ومثل ما تعرفون المدرسة العراقية هي المدرسة الأولى بآلة العود والتعليم تحياتي لكم ومع ألف سلامة السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.